لما يجي واحد متأخر للجمعة مثلا، ده مثال يعني، ويتخطى الصفوف ليجلس في الصف الأول، ما ينفعش. أنت حيث انتهى بك المجلس روح قاعد، لما أنت مقبول والعملية ماشية ماشي، أنت عايز تقعد على الصف الأول وشرف الصف الأول تعال بدري، فيش مشاكل أبدا. لكن قلت أنك أنت تسعى ميل يا فلان ميل يا فلان، من تخطى الصفوف إنما يتخطى الجسر إلى النار. طب أنا دائما نقول يا رب يقبلني وصلاتي ونسقط الفرض من عكاهلي، الروح واقع في الشرق ده، في ناس ما بتعرفش. لكن ده من 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 أيسر أنواع الفقه. فشوف سيدنا عمر راح يزحم، قال لا يا عمر، كان الباب مفتوح روح، لقيت زحمة يا عمر تكفي الإشارة خلاص. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. لكن هذا مسنون لنا، صدر بعمر لأهمية عمر ولوجود عمر. ثم إذا به يكمن مناسك الحج حتى يصل إلى يوم عرفة، هنالك ضربت له خيمة في نمرة اللي هي مسجد نمرة دلوقت في عرفات الله، لكن أيام سيدنا النبي كانت عبارة عن خيمة أو خباء. ثم واصل الناس التلبية والذكر، ثم أشار لبلال وقال يا بلال أنصت لي الناس. فنادى بلال، ما قدرش بلال وحده، ده مئات الألوف في عرفة، قال يا عمر يا أبا بكر يا مقداد يا سعد يا أبا عبيدة، أي أنصت الناس لرسول الله. سيدنا النبي عايز يكلم الناس، فسكت الناس واشرأبت الأعناق وتفتحت العيون وتوجهوا بالنظر إلى صاحب العصمة صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، لكنه رضي بما تحقرون به أعمالكم، فلا تطيعوه، وإياكم أن تعودوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا شوف الوصية الحساسة دي، عايز يحقن الدماء. طب هو الدماء تحقن بعدم ضرب السيوف؟ أما المشاكل التيران في الصعيد وغير الصعيد مش إزهاق للأرواح؟ مش دماء إسلامية؟ هذا طب هو سيدنا النبي بيقصد مرحلة السيف بس؟ لا، يقصد أي اعتداء على نفس مؤمنة. النفس دي بنيان إن شاء الله، وربنا حذر. لو أن الخلق جميعا اشتركوا في إزهاق روح لعبد مؤمن ألقيتهم جميعا في النار ولا أبالي. يبقى أنت بنيان الله. سيدنا عمر يبوط في الكعبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافات الرجل، ويقول أنا أعلم أنك حجر، أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك أنا ما قبلتك، إنما أنا أقتدي الأثر، إنما أنا لي في رسول الله أسوة وقدوة. طب سيدنا النبي ينزل للكعبة ويقول أنا أعلم أنك عند الله عظيمة، بيت الله جعلها مثابة للناس وأمن، أنا أعلم أنك عند الله عظيمة، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم. يجي حرمة المؤمن عند الله أعظم. فلما تقتل لك واحد غريب أنت دي سهلة؟ طب أمال لما تقتل خالك دي سهلة؟ لما تقتل عمك دي سهلة؟ ده احنا غرقانين في بحار الدماء. الجسور كانت مدقات زمان، يقول لك الجسر ده كله شوك، ده يا سلام بس الواحد لو لاقي سمارة يعدي فيه، وسعت اتهذبت اتنظفت اترصفت اتعدلت وتهيئت وتوضبت. يا الله، واحنا لسه قاعدة عقلياتنا، عقلياتنا هي هي، والاعتداء يقوده إبليس. هم ضربوا مني، أنا لازم نضرب أحسن واحد فيهم. يا عم أحسن مبتعين، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يا أخي، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أنت حقك مضمون، جاب لك القانون بها ونعمت، خلاص يا عم أنا رضيت، الراجل خد مؤبد ولا خد إعدام ولا الضرب، خلاص أنا عافيت. ولموا في الموضوع، لأن دي دماء إسلامية، دي دماء إسلامية. انت هتقبل ربنا تقول ليه؟ تقول له سوري فحش.
ده هم سلطوني؟ لا، أنا خدت حق أبويا بيدي. أبوك مين وبتاع مين؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أنت فين يا عمي؟ ده دماء. ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أنت ناجي وأنت بعيد عن النار، والجنة مضمونة لك بلا إله إلا الله. صليت، زكيت، حجيت، صمت، ما عملتش، ده دي طاعات لله، إن شاء قبل وإن شاء عف، برضو أنت في الأمان. إيه رأيك؟ لكن عندما إيدك تمتد لإسالة الدم، لا. ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تحور، شفت النبي يقول إيه؟ يا يا إياكم، تحذير شديد اللهجة. أيوة، أن ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إلا هذا، إلا هذا. يا الله يا الله. ثم يقول: أي يوم هذا؟ هو سيدنا النبي تايه؟ لا، ده عايز يحط النقط على الحروف. يقولون يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم كبير، وكانت موافقة يوم عرفة. إيه ده؟ إيه ده؟ جمع ذات الحسنيين، الله أكبر، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد اللي هو يوم الجمعة، ومشهود اللي هو يوم عرفة. أي يوم هذا الذي نحن فيه؟ قالوا: يوم الجمعة يا رسول الله، يعني يوم كبير، يوم حرام. قالوا: نعم. قال: وأي شهر هذا؟ قالوا: نحن في الشهر الحرام، ذو القعدة، ذو الحجة. قال: وأي بلد هذه؟ البلد الحرام، في اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. فقال: والذي نفس محمد بيده، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ونرجع نقول: فلان فلان حصلوا جروا، والتخطيط والتدبير والمراقبة والتليفونات. ايه يا عم، ايه يا عم، شيء عجيب. أمة تعشق الخلاف. سيدنا النبي يقول: بحر قبله، شرق غرب، ومسلمين. زاي زاي ده أطيع الله وأطيع الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. سيدنا النبي لو فيه لسه جانب نقص في الشريعة ما كانش مات، ما كانش مات. لو في حاجة غايبة عننا عايزة استفسار أو تفصيل أو توضيح، تنزل ليه آية المائدة؟ ليه ربنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ما انتهت الحدوتة، خلاص، أغلق الديوان، طويت الصحف، جفت الأقلام، قضى الواحد الديان، وأخذ يتلو في خطبته الرائعة، وكل حدا كان يطبقها على نفسه الأول. ألا إن الربا كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. أنا هنطبق على عمي أول واحد، كبير المرابين، أشهر واحد في التاريخ. ها؟ ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا ده بدأ بعم، خلاص يا عم، بعد عمك في حال، العم صن والأب، مش كده؟ أي، وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ولد ولد عم شقيق، يا هو اتقتل وإحنا مسامحين، عفى الله عما سلف. بيقتدي بنفسه، بيطبق على نفسه، هو ده القدوة، هو ده الأسوة. يبقى عمك أنت أحسن من عم سيدنا النبي، ولد أخوك ولا قريبك ولا ولد عمك ولا ولا ولا، أعز من ابن عم رسول الله. أول دم أبدأ به دم ربيعة، دم عامر بن ربيعة بن الحارث. الحارث ده كان أكبر أبناء عبد المطلب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك الإسلام. إيه العظمة دي؟ ثم تكلم عن المرأة وأوصى بها، وضع في خطبته العصماء، في خطبة حجة الوداع، حرمة الدماء. أوضح حقوق الإنسان، أوضح حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء.
بين الدين، وضح السبيل، فهم الناس كل شيء. وكل ما قلت ثلاث أربع كلمات، أيها الناس أسمعتم؟ هل بلغت؟ يقول اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، عشان يقيم علينا الحج، عشان لما نجتمع عند الله يوم القيامة ما تقدرش تقول أنا ما سمعتش، أنا ما حسيتش، أنا ما نعرفش. لا، سيدنا بقاله ألا هل بلغت؟ اللهم نعم، اللهم فاشهد، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. وصلنا الكلام ده ولا ما وصلناش؟ وصلنا عن طريق الصحابة، عن طريق القرآن، عن طريق السنة، عن طريق الروايات، عن طريق كذا وكذا وكذا. يعني لم يقصر صلى الله عليه وسلم. لا نملك إلا أن نقول اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أنبيائك، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.